ظهر لي تيك بول في تونس، باش نخليك انت تحكي عليها، انت اللي جربت التابل، باش تحكي لنا شويه معناها سي كوا لي زافونتاج دو تيك بول. والله لعبه باهيه حلوه فريمون، اللي صنع اللعبه هذه يعني فريمون سي ان تكنيسيان. اللعبه هذه باش تعلم لو جوار اللي ينقصنا في الكره نتاعنا في تونس ولا في العالم، فهمني. الكره هذه تعلمك التكنيك، تعلمك الكونسنتراسيون، تعلمك الفيزيون. لعبه خارقه العاده فريمون فرانشمون، يعني سا فا تابي في تونس. لعبه انا توا صافي دو جور نلعب فيها، عندي نهارين نلعب في اللعبه هذه، يعني جي اونفي جوي انكور، يعني توا قاعد ريكوبيري باش بعد فهمني باش شد خونا صبري جبله باش شد فهمني، بعد عندي روفانش فهمني فهمني ان شاء الله مربوح. سور لو بلان تكنيك انت vous êtes un technicien، كان تقولي شنو الحاجات يمكن اللي سور لو بلان تكنيك باش تكون افونتاجوز للاعبين نتاعنا بارلون بروفيسيونيل لي كلوب في تونس؟ والله بروفيسيونيل يعني عندنا الملاعبيه نتاعنا ينقصهم التكنيك فهمني، وباللعبه هذه باش يتحسن التكنيك نتاع التوانسه فهمني. انا ننصح الجمعيات باش ياخذوا فهمني 3-4 تابل 5 تابل صايد، سورتو لي جون فهمني، ميم الكبار ميم سينيور، يعني صايد سا فهمني سا سا بروغريس وفهمني. جو انا فرانشمون يعني لعبه باهيه عجبتني وشوفها يعني فيها برشا يفيد الكره التونسيه. نحكيو على لي زاكاديمي، سفيان المليتي يفا لونسي تري بيانتو سون اكاديمي. بالنسبه لي جون شنو باش تكون يمكن لا فورماسيون دو باز نتاع الفوتبول اللي باش تحسن الكره في تونس؟ والله البارح حكيت مع خونا سفيان، بيانتو ان شاء الله مو سبتمبر يفاو في اكاديمي في النيله، اللي باش يعملوا يعني باش يعمل حاجه باهي، حاجه فهمني مش موجوده في تونس. على قاعدة صحيحة باش يعمل أكاديمية على قاعدة صحيحة، وفي البرنامج إن شاء الله باش يعمل 5 تابل كيما هكا بوغ لي 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 جون فهمني، بوغ لي فورمي و صايد صايد فريمون يعني صايد. و فوزالي فوار يعني باش تولي عندنا كاليتي باهية نتاع جوارات وهكا تتقدم الكرة التونسية فهمني، اللي هي توا ماشية وتنحدر فهمني. إن شاء الله إن شاء الله تتقدم هكا.